ذكر عبد الرزاق في مصنفه وذكر ذلك غيره عن الحسن رحمه الله أنه قال إن هذا القرآن قد قرأه صبيان وعبيد لا علم لهم بتأويله ولم يأتوا الأمر من قبل أوله. وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ثم قال والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم ليقول والله لقد قرأت القرآن كله وما أسقط منه حرفا واحدا، وقد أسقطه كله، وما ترى له في القرآن من خلق ولا عمل، حتى إن أحدهم ليقول والله إني لأقرأ السورة في نفس واحد، قال والله ما هؤلاء بالقراء ولا بالعلماء ولا الحكماء ولا الورعة. ثم استفهم قال ومتى كان القراء يقولون مثل هذا، ثم قال لا كثر الله في المسلمين من هؤلاء.